والله اول شيء بس خلني اعقب على الاخ اللي ارسل لك التغريده على اكشن دوري، يعني فيها اساءه لسمو الامير اكثر من فيها اساءه لك، لانه يعني مو معقوله صح. انه قام بقيمه سمو الامير منصور بن مشعل ان يعني تفتنى فلاشات برنامج ويقع في فخ لا سمح الله. هذا يعني عمل مهني صحيح 100%، والأمير منصور قال وجهة نظره، وهو ترك نادي لأنه هناك خلاف، ليس لأن أكشن دوري خلق هذا الخلاف، لكن لأنه في خلاف. لو لم يكن هناك خلاف أساسا في النادي الأهلي لما ترك لما خرج سمو الأمير منصور من مجلس أعضاء الشرف. فهذا كلام غير يعني غير صحيح ومردود عليه. الأهلي يعني في الكلام اللي سمعته من سمو الأمير واضح أنه يعني قادم بقوة، وقادم الأهلي بقوة أيضا، والمرحلة الجاية ستكون يعني مرحلة إعادة بناء أو إعادة ترميم بسيط للأشياء الأجزاء في الجدار الأهلاوي اللي انهارت بسبب تلك الخلافات. أعتقد أنه عودة الأمير منصور، يعني احنا كان ودي يا اخي لا عندنا واحد يقول ما يبي اعضاء شرف، اعطونا شوي هنا في المنطقه، اعطونا واحد اثنين الشرقيه متهاوشين، اعطونا اثنين عندكم القادسيه، عندكم واحد عندكم في القادسيه واحد كويس يعني مولكم كويس. ونعم فيه ونعم فيه ولا ازد عليه، لكن ايضا زياده الخير خير.